السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالإقامة الجديدة، راهي قيد الإنشاء بباتنا، بولاية باتنا، واللي راهي في يعني المراحل الأخيرة تاعها من الإنشاء. ونشوف يعني رغم أنه البناية تعتبر عادية، فيها حوالي 16 طبقة، إلا أنه تشارك في تحسين النسق العمراني تاع المدينة. إن شاء الله يكون فيها تهيئة خارجية بالمستوى المطلوب، ونخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.